شو نوع المشكله اللي واجهتك؟ المشكله اللي واجهت شاب اسماء نصفي رباعي الاختلاف بس بس منهم. كنت اواجه مشكله من اطلع توصيل او اطلع عن اصدقائي بالسياره صادفني مثلا مشتركه من دون اصدقائي ينزلوني بس انا يدقون اسمي حاسبه تتعرض يعني مرات يعني تشابه شنو التهمه اللي عاليه؟ ما اعرف لحد هسه هذا السبب. الاسم الاساسي وشو اسمه؟ تعرف؟ لا ما اعرف الاسم الاساسي شنو تتعرض له بال حكي وانت يعني ظلمني يسالون اسئله يعني ما اعرف على وش يسالون. اقول انت بس دقيق بس منهم يعني شعله بس منهم يعني اكثر مره يرضون ياخذون على بس اسم ربع اقول دقيق بس منهم وهم ينسين ويجيهم ما ادري شنو روح تعال لما يوصل اسمه بيطلع بس اسم مختلف. هاي عدا انه تتبهذلت وقررت نفسيا يعني حتى تركت التاكسي اتجهت التوصل من هاي السالفه. وهاي دوائر الدوله يعني اثر عليك الموضوع ولا لا؟ شلون؟ واجهت هو من الراح مش معامله هم ياسين ويجي لما يدقق بس منهم يطلع عنده شيء انا اول ما بينت عندي بالجواز. قالوا انت عندك تشابه اسماء هم رادوا يبلغون بوقتها قلت له يعني كان والدي وياي والدتي قال دقق بس منهم دقق بس منهم يطلع عنده اختلاف. ايام مواليد 2002 2002 والموضوع صار لك كم سنه هذا؟ صار في 2019 بدايتها صار له قرابه السنتين يعني انت من سنتين وانت مواليد 2002 انت تعاني هذا الموضوع يعني من هذا الموضوع ما تشابه. شنو اللي طالب بيه كمواطن عنده مشكله تشابه؟ بس يعني بس الاجراء انه من وزاره الداخليه رفعنا بس التشابه. رفع التشابه؟ اي رفع التشابه. طلع الجواز لو ما مطلع؟ طلعت على الجواز الحمد لله بس يعني طلع عندي بس بالاختلاف على اسم الام. على اسم الام مشوه؟ ايه مشوه. بس بالمشتركات والسيطرات بالمشتركات مرات يتشلبون بغداد اي يتشلبون مرات يلزمون يعني باعتبار لازمين يعني واحد تشابه اسماء باعتبار يعني هو نفسه لازمه يعني يدقق بس منهم يطلع الدخلات يطلعون بس بعد يعني واقف ساعات